هي منحوتات جدارية من مادة المرمر، عليها مشاهد مختلفة، أشجار وجنود بوضعية الحرب، كذلك السور مع تفاصيل السور اللي موجود. يسمون المسخ، الناس تسخر يعني تاخذ مي من هنا. يعني حقيقة تكمن الأهمية في أنها القطعة الوحيدة الموجودة حاليا ذات الأشكال المرسومة أو المنقوشة على هذا الحجر باعتبارها متكاملة نوعا ما. صار فلان شيء كلها فرضيات ما نعرف إيش كان أكو. 70% من هذه المنحوتات شوهت بطريقة علمية وليست بطريقة عشوائية للاستفادة منها لإظهار الجمالية في بوابة المسقط. الجزء المدفون داخل الأرض فقط هو الذي حافظ على هذه النقوش الموجودة حالياً.